رجعت الجزائر في المؤشر العالمي للفساد بدرجة واحدة إلى المركز 106 عالميا حسب التقرير الذي أصدرته منظمة شفافية دولية. ووفق التقرير حصلت الجزائر على 35 نقطة لتنتقل من المركز 105 الذي سجلته عام 2018 إلى المركز 106 في 2019 من بين 180 دولة شملها التصنيف. وتصدرت الإمارات المركز الأول عربيا في مكافحة الفساد، تلتها قطر والسعودية وعمان والأردن وتونس والبحرين والمغرب والكويت، في حين حلت الجزائر ومصر في المرتبة 10 عربيا و106 دوليا. ووفق التقرير تعاني أكثر من ثلثي الدول بما فيها العديد من الاقتصادات المتقدمة في العالم من الركود أو ظهور ملامح التراجع في جهود مكافحة الفساد. حسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، وأظهر تحليل النتائج أن الدول التي يؤثر فيها أصحاب المصالح الخاصة على الانتخابات وتمويل الأحزاب السياسية هي الأقل قدرة على مكافحة الفساد. وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية السيدة ديليا فيريرا روبيو أن الإحباط من فساد الحكومة وانعدام الثقة في المؤسسات يدل على الحاجة إلى المزيد من النزاهة السياسية، وأضافت على الحكومات أن تعالج وبسرعة الدور الفاسد الذي تلعبه الأموال الطائلة المنفقة في تمويل الأحزاب السياسية والتأثير الغير شرعي التي توقعها على أنظمتنا السياسية. يصنف مؤشر مدركات الفساد مراتب 180 دولة وإقليم من خلال مستويات المدركة لفساد القطاع العام، استنادا إلى 13 تقييم ودراسات استقصائية لمدراء تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية. ويستخدم المؤشر مقياس من فاسد جدا إلى خالي تماما من الفساد. وسجلت أكثر من ثلثي الدول درجات دون 50، حيث يبلغ معدل الدرجات 43 درجة فقط. فمنذ العام 2012 تقدمت 22 دولة بشكل ملحوظ، من ضمنها إستونيا واليونان وغينيا، فيما تراجعت 21 دولة بشكل ملحوظ بما فيها أستراليا كندا ونيكاراغوا. عزيزي المشاهد، إذا كنت غير مشترك في قناتنا بعد فما عليك سوى الاشتراك معنا وتفعيل زر الجرس كي يصلك الجديد في أوانه، وشكرا لك على حسن المشاهدة.